ولكن قدر انه يدير استفراغ وحيد التوكان. انت كنتي حاضره على هذا الشيء؟ حاضره الله شاهد عليا. مشيت عند الكلينيك اللي ما عنده حتى شي حاجه، راه عندنا 5 ديال الوراق ديالو دالين بها الاطباء بان يعني ما عنده حتى شي حاجه عضويه نهائيا. ودابا هو علاش مشى للكلينيك؟ علاش ولدي مشيتي للكلينيك؟ شنو السبب؟ انت ما عندك حتى شي حاجه، الوراق ما عندي والحجج ما عندنا. مشيتي نعسي في الكلينيك باش الناس يتعاطفوا معاكم بكل صراحه. وحيدوا الكذوب، وحيدوا الكذوب على المغاربه، ما تكذبوش عليهم. وانا جيتك الصراحه دابا، انا ما غاديش نجي. عرفتي علاش ما غاديش نجي؟ حيت عارفه ما عندك حتى شي حاجه، كل شيء عندك مزيان. داكشي اللي كان عندك راه حيدناه لك وتقيتي وليتي لاباس عليك. ودابا شوف، نشوفوا المغاربه وجهو كي كان. ودابا كيولي انا من هنا من هذا المنبر تنقول ما عندك حتى شي حاجه، باغي تتعاطف مع الناس باش الناس يستقبلوك، يحنوا في تعاطفوا معاه. اللي مريض مهلوك غيمشي يجيب الصحافه يتكلموا عليه ويهضروا معاه، ما عنده حتى شي حاجه. ونحل باي طرف مال ما عنده والو. ملي خرج هو بهذاك الفيديو تيقول للمغاربه عتقوني عتقوني عتقوني، طمنتو على الحاله ديالو؟ اشنو قال الطبيب في هذيك اللحظه من بعد ملي دوز؟ ملي مشى دوز قال لي عندك تسمم. عنده تسمم، ولكن من بعد عاود داو يدوز قالوا لي عندك تسمم في المسخره. من تما هو كيدوز شي 4 مرات ولا 5 كيدوما. حنا ممنوع ندير باش نعرفوا، لا ممنوع خليناه. كيعيط لي تيقول لي امي راه الاطباء تيقولوا لي عندك تسمم، عندك تسمم، عندك تسمم في المسار. انا كنت حاضره انا والاخ ديالي والاخ ديالو، حنا 4 ديال الناس. ملي هما الاطباء تيقولوا لك ما عنده حتى شي حاجه عضويه، عنده تسمم. وقفتوا معاه؟ وقفنا معاه وجرينا معاه في سبيل الله، وخو داك الشيء اللي في البطن ديالو. واه يعني كتاكدي لنا انه كان عنده التوكل؟ كان عنده التوكل، وخواه من كرشو. ملي خواه اشنو هذيك الساعه ولا لاباس؟ حل عينيه ديك الساعه ولا لاباس عليه؟ اذ به مره اخرى كيعاود يخرج كيقول انا باقي كنمشي عند الطبيب. ربما هذه الخضره كان كيمشي عند بسيكياتر، طبيب نفساني. ما عرفتيش علاش كيمشي عند طبيب نفساني، حيت كل شيء كيشوف بان النفسيه ديالو كانت شويه هشه. هذيك اللحظه كان مزعزع نفسيا. شنو اللي مأثر عليه؟ انت يا ولدك غادي تعرفيه. ولدي واخا كنعرفو دابا حاليا ما بقيتش كنعرف، اللي ما بقاش معايا ما بقيتش كنعرف، ما بقيتش كنعرف يعني السيره ديالو. ولكن كتقارني ما بين محمد الرفيد اللي كنتي كتعرفي انتيا؟ يا ريت يا ريت كنت تبع كلامي، ولكن الله يحكم المسلمين. يستنجد كيطلب من المغاربه يوقفوا معاه، والوزير الصحه خالد اي طالب يوقف معاه. انتيا لحتي كل شيء من وراك ووقفتي مع وليدك، الحمد لله وقفتي معاه، الحمد لله لقيتي عند طبيب باللي عنده تسمم زدنا الطريق ديال التوكال وحيدتي ليه التوكال. اللي قالوا لي عندك تسمم، والطبيبه اللي قالت لي اول مره عنده تسمم، الطبيبه ديالنا 25 سنه حنا معاها، قالت لي الريفيج مع راسك راه عندك تسمم. من بعد منها من بعد منها داو هما جوج مرات تيقولوا لي تسمم، تعيط لي تقول لي. ولكن قدر هما ما قبلتش يكونوا عنده تسمم، ولكن قدر انه يدير استفراغ وحيد التوكان. انت كنتي حاضره على هذا الشيء؟ حاضره الله شاهد عليا. مشيت عند الكلينيك اللي ما عنده حتى شي حاجه، راه عندنا 5 ديال الوراق ديالو دالين بها الاطباء بان يعني ما عنده حتى شي حاجه عضويه نهائيا، ما عنده والو
ودابا هو علاش مشى للكلينيك؟ علاش ولدي مشيتي نحسب الكلينيك؟ شنو السبب؟ انت ما عندك حتى شي حاجه، راه الورقه ما عندي والحجج ما عندنا، مشيتي نعسي في الكلينيك باش الناس يتعاطفوا معاكم بكل صراحه، باش يتعاطفوا معاك الناس. وليدي اش غنقول لك، داكشي كله ما غاديش يصلح لك، يصلح لك على المعقول. وحيدوا الكذوب، وحيدوا الكذوب على المغاربه، ما تكذبوش عليهم. وانا جيتك الصراحه دابا، ملي هو يجي الصراحه ما يكذبش علينا، وما يكذبش على خوته، وما يكذب حتى على شي واحد. غير جاو الصراحه قول لهم راه حنا نعسنا في السبيطار باش الام ديالي تجي لعندي. انا ما غاديش نجي، عرفتي علاش ما غاديش نجي؟ حيت عارفه ما عندك حتى شي حاجه، كل شيء عندك مزيان. داكشي اللي كان عندك راه حيدناه لك وتقيتي وليتي لاباس عليك. ودابا شوف، يشوفوا المغاربه وجهو كي كان، ودابا كي ولا حكموا عليا. هذا هو جديلك. وليداتي، راكم وليداتي وبنياتي، ولا الامهات ولا الاباء، راه كلشي شفتو بعينكم. انا ما كنتش غادي نخرج، ولكن ملي اضطريت دابا نخرج باش نصحح المغاربه الكذوب ديال هاد الناس. انا من هنا من هاد المنبر تنقول ما عنده حتى شي حاجه، باغي تتعاطف مع الناس باش الناس يحنوا فيه، يتعاطفوا معاه. واش واحد الانسان ما عندوش الطبع ديال الوالدين؟ ما عندوش الطبع ديالو، كيفاش غيدير هاد الانسان حتى غيربع في حياته؟ حياته كنشوف فيها وكنقولها قدام المغاربه وقدام هاد الوليدات، غادا وكترجع اللور. علاش؟ حيت هاد الام اللي تمحنات وتعذبات وتكرفصات في حياتها وتكرفصات في شبابها باش يكون السي محمد زوين، وتكون منى زوينه، وتكون وليداتنا زوينه. ديما ولادك تتبغيهم احسن منك وحرام، ولكن هذا الله يهديك، والله يهديك، والله يهديك. وعرف راسك راه ديما تابعك الدعوه ديال الوالدين. اي حاجه صرات لك قول من الوالدين. اللي مريض مهلوك غيمشي يجيب الصحافي يتكلموا عليه ويهضروا معاه، ما عنده حتى شي حاجه. ونحل باي طرف مال، ما عنده والو. اللي كان عنده حيدناه ليه، راك شفتو كي ولا. الضرر اللي كان عنده في البطن ديالو نحناه ليه وحيدناه ليه، وراه هو عارف اشنو كاين. انا تنقول لك اسمح، المهم انت واش غيجي شي نهار التسامح ان شاء الله؟ غادا تسامحي ولدك ولا ما تسامحيش؟ المهم بغينا حنا يكون واحد الصلح. غنقول له وليدي المغاربة كلهم تيسامحوا، ولكن أنا الله يهديه، ما غيكونش نهار تنزل يهديه، يحل عينيه ويحل بصيرته، يحل عينيه ويحل بصيرته. أنا كنطلب من المغاربة يدعيو معايا الله سبحانه، لأن ذاك الولد ما كانش هكاك، كانت ولد الحياة والعرب، ولد الاحترام، ولا الولد العقلية ديالو تبدلات. واش الفلوس هي اللي لان مؤخرا شفتو واحد الشوفه في الطبليون مرت فيها سيمانه. انت واش ما كيبقاش فيك المهم انت في الحاله؟ تيبقى فيا اللي ما تبعش الراي ديال الناس اللي كانوا غادي يوصلوا. واش دويز دوي الله يرضي عليك انا تبعهم. المهم انت واش الشهره، واش هاد الشهره والفلوس؟ واحد السؤال خلي، واش محمد الريفي كيعاونك ماديا؟ عمره عاونك ماديا؟ انا قلت لكم محمد الريفي راه تنعاود نقولو نعاونك. كان واحد الولد حلوه، كان واحد الزوين، واحد الولد زوين، ولكن هاد الناس لقاو هاد الولد ساهل. شنو كلمه اخي انا اللي تقول؟ تنظلموا، انا دعيتهم من المحكمه العليا هي اللي غتخلص منهم، لان هاد الوالدين وهاد الاب اللي ما كنعرفو لا كحل ولا بيض يدخل ولد ما عرفوش، ما عرفو العائله كي دايره، ولا هما تيعايرونا حنا قدام. وفين تنعرفك فين تتمشي؟ اش كتعطيني؟ ووالديك هذاك واجب عليك، ولكن لا راه عندي ولاد اخرين. اش غنقول المغاربه يدعيو مع هذا الولد؟
يحلي الله البصيره ديالو ويحلي داك الفم المسدود اللي تيتعايروا والديه وكيتسبوا والديه بالكلام السوء. المغاربه يشوفوا غير اللقطه اللي دارت في الكلينيك جاي يهضر وقلعات ليه الميكرو على شي حاجه قلعات ليه الميكرو. يقدر يكون الصلح يقدر يكون الصلح مضاربه معاهم ما مخاصمه معاهم. انا علاش نخرج واضطريت نخرج اليوم وانا عيانه الله اللي عالم عليا باش نصرح للمغاربه ونصرح لهم الحقيقه ديال ولدي والكذوب ديالهم. حاجه وحده اللي خصني نقولها للمغاربه هما كيسمعوني اللي هي اثرات عليا بزاف هو ولدي ملي دار العمليه ملي مشيت انا محنيه باش نسلم عليه وناضو شوهوني داروا لي تصاور وماشي من حقهم ولاحهم ليا وصبرت وسكت. غد ليله اخر ملي بغى يخرج الولد ديالي اللي اثرت عليا بزاف راه عندكم الوليدات بقيت في باب 20 غوش انا وخوه سبقناهم كنعس على ولدي شكون غيديه هودوه وداوه في الطوموبيل هذاك مرتو تديه تانا رغبهم ونقول لهم ولدي غير فين غيمشي حتى حد ما عطاني سؤال هو براسو متفق معاهم وليدي فين غادي باش تجي العائله تشوفك ولدي حتى حد ما عطاني الخبر ديالو هزو وداو حتى تيعيط لي في التليفون كل واحد اش يقول لي شي تيقول لي راه بن سليمان كل واحد اش يقول لي كيف الصبر ديال هاد الام وباص ليا والحمد لله ربي عطاني واحد القوه من عندهم وحاجه الوحيده اللي تنقول هاد الناس اللي هما جاوا لداري وما حالي وغضروني يا عباد الله يا ربي كنطلب الله تبارك وتعالى وكنطلب الله والمغاربه يطلبوا معايا الحق سبحانه ياخذ الحق ديالي من هاد الناس. انا دعيتهم المحكمه الكبيره اللي كتحكم علينا وتحكم على العالم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.